طيب نبدأ بقى كده نتكلم شوية تفاصيل، وعندنا ملف طبعا المدير الفني، وعندنا ملف غزل المحلة، وعندنا ملف بيراميدز، عندنا لسه كلام كتير. نبدأ بإيه؟ براحتك، ما اختار قلت لك بقى. لا أنا بحاول ما فيش أي مشكلة، الثلاثة زي بعض. طيب نبدأ المدير بالمدرب الفني، الفني أو المدير المدير الفني إن الفني. شاء الله طب انتوا القادم. عندكم معلومات، انتوا في قناة النادي الأهلي عندكم معلومات، المفروض انا اخد احنا المعلومات كنا في عنكم. بداية الحلقة بنتكلم ان اكيد النادي الاهلي مش تحس ان احنا متأخر. قاعدين نقرر في بعضنا كده. شوف مين عنده. لا اكيد لا، هو الكلام اللي ممكن يتقال. الملف صعب، طبعا طبعا الملف بالظبط، صعب، واختيار المدير الفني صعب جدا. ليه؟ ومحتاج وقت. لما تمشي موسيماني، لما تمشي فايلر، لما تمشي اي اسم بيجي النادي الاهلي، لازم تختار مدير فني يليق بالنادي الاهلي، 100% يليق بالنادي الاهلي ويليق بشروط النادي الاهلي والحاجات اللي بيتمناها النادي الاهلي في المدير الفني. المدير الفني اللي يجي النادي الاهلي، انا مش هتكلم على اسماء، في اسماء كتيره جت وزي ما جت زي ما مشيت، في اسماء جت النادي الاهلي سابت بصمة. مش اسماء، مش اسماء، انما مجرد مديرين فنيين، لكن النادي الاهلي توسم فيهم الخير وبالفعل خرجوا من مغمورين الى اصبحوا مشهورين، ولم ينجحوا الا مع النادي الاهلي، وده شيء غريب جدا، وفي ناس نجحت في غير النادي الاهلي. فمعنى كلامي ايه؟ معنى كلامي ان النادي الاهلي بيصنع نجوميه المدير الفني، او يزودها، او يصنع اسماء المديرين الفنيين اللي جايين، وده بايه؟ بمنظومته. انا مش بجامل طبعا، الناس كلها عارفه كده، بمنظومته، بلعبته، ب بطولاته ونتائجه طبعا. في حاجه مهمه ما نسناش، مش الناس مش واخده بالها منها، ان المدير الفني يحاسب في النهايه وليس في في المنتصف. المنتصف طب هتقول لي بالظبط، لا، ما ولا انت بالقطعه. مشيت المدير الفني ليه في نص الموسم؟ مشيتوه ليه؟ النادي الاهلي مشاه ليه؟ لا، في توافق حصل على الانسلاخ، فطالما في توافق تراضي من بالظبط. الطرفين خلاص الامر منتهي تماما، وبالتالي لابد من البحث عن مدير فني يليق بالنادي الاهلي. طب الاهلي ايه الشروط التي يجب ان تتوافر، لغه عربيه فصحى، ان ماشي يا تتوافر فندم. في المدير الفني اللي النادي الاهلي بيحتاجه؟ اولا، النادي الاهلي مش محتاج مدير فني للفريق مجرد اسمه خلاص، او مجرد مدير فني يدير الفريق، لا، ده انت محتاج يبص على قطاع الناشئين، تمام، يعمل لينك وربط بين قطاعات الناشئين وبعضها، نفسي في مدير فني. انا بتكلم على امنياتي، واكيد النادي الاهلي بيفكر في كده. اتنين، زياده مستوى اللاعبين الموجودين، مش مجرد مدير فني يدرب وخلاص. انا ما بحبش نوعيه المدير الفني يجي يدرب وخلاص، لا عندنا نواقص وعندنا انا مشاكل محتاجين بحب حد المدير يحلها الفني اللي يطور من طبعا اداء طبعا. اللاعبين الموجودين اما ده المنتظر. ويزيد من مستواهم، بدل ما اجيب لعيب، يعني مثلا في لعيب في الحته الفلانيه مستواه ناقص، انا مهمتي كمدير فني وعندي من الفنيات والامكانيات والملكات اللي تخليني اطور الاداء بتاعه، وفي نفس التوقيت اديله الباور واديله القوه اللي يخليه في مكانه كويس، بدل ما اشتري لعيب وامشيه واخسر فيه فلوس، طبعا اجيب ازود يبقى مستواه. المصنع بتاعي. اتنين، عندي قطاع ناشئين، ابص فيه اشوف اللعيبه النواقص اللي عندي، او اتفق مع المديرين الفنيين على طريقه اللعب الموحده، اتفق معاهم على محتاج مهاجم السنه الجايه يكون موجود عندي، محتاج خط وسط مدافع، محتاج مثلا باك يمين، محتاج باك شمال، محتاج حارس مرمى، كل الحاجات يبقى فيه لينك بين قطاع الناشئين، وبالتالي اقدر استغل ال 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 اسمها ايه المخزون اللي عندي، او قطاع الناشئين، واستفيد بيه في الفريق الاول. ده المفروض اللي يحصل، لما يجي مدير فني ملوش علاقه بالناشئين، مدير فني يبقى ادرب العيب واحط لهم خطه واقول لهم العبوا، لا، الكلام ده خلاص الاهلي اظن كده وازعم انه ما بدورش على ده. طب الناس كلها بتتكلم على فايلر. فايلر ما كانش الاسم الواو، كان اسم عادي، والناس هجمت النادي الاهلي ساعتها في انه اختاروا فايلر، وانا كنت موجود على الهوا ساعتها والناس كانت بتهاجم. فايلر اثبت انه مدير فني رائع. ليه طب بقى؟ حصل كده مع مانويل خوسيه برضو اول ما جه. تمام، وحصل مع موسيمان، الناس هجمت موسيمان وازاي الى تجيبه ومش عارف ايه الى الكلام حد ده، ما، الى يعني ان حد هو ما جه على بطولات على طول تمام. بس. لكن فايلر النموذج ليه، كان بيبص على الناشئين، نمره اتنين، طور اداء اللاعبين. الاهلي طبعا ما فكرش فايلر تاني، عشان الناس تقول لك ان بتكلم على فايلر يبقى هيجيبه، لا، انا بتكلم على نموذج مثل فايلر، سنه صغير في الاربعينات، يقدر يعمل مشروع من مع النادي الاهلي، يقدر يطلع لعيبه كويسه، يختار لعيبه كويسه، يطور من اداء اللعيبه، عنده ملكات معينه. طب هي الخصائص والمواصفات اللي حضرتك بتفندها دي موجوده مش في الى كذا، حد كبير موجوده في كابتن سامي موجوده قمصان في كذا مثلا، حد. ولا احنا لازم يبقى دايما عندنا مدير فني في سامي اجنبي؟ قمصان،
انا سامي بحبه جدا على المستوى الشخصي، انسان ملتزم ومحترم جدا وفنياته حلوه، ويكفي فخرا ان هو صعد بفريق حرس الحدود من 3 سنين. كل اللي بيتكلم فنياته بيتكلم عنه بشكل كويس، بس انا مش عايزه يمسك دلوقتي. انا وجهه نظري الشخصيه كعبد المنعم لا، صعبه الدنيا عليه، صعبه الدنيا عليه لاسباب كثيره. اولا بس هو قطع شوط في الصعوبات دي بالمناسبه. لو رجعنا للماتشين اللي فات، في حاجه انت لازم قبل ما انا اوعد الشخص يبقى احطه في مكان، لازم يبقى عنده ممكن في يوم من الايام هيبقى مدير فني في النادي الاهلي. سامي مصال لم يهيئ لده السنه دي، لم يهيئ لده، ما كانش يتخيل في يوم من الايام ان موسيماني يمشي وهو تولى المسؤوليه. انا وجهه نظري كده. هو حصل مع مديرين فنيين قبل كده، يعني محمد يوسف، عبد العزيز عبد الشافي، ماشي بس كانوا ايه، مهيئين، وصلوا لمرحله من التدريب مع الفريق الاول لمرحله كبيره وخدوا شوط كبير جدا، فبالتالي خدوا المسؤوليه. انما سامي قمصان جت فتره من الفترات عايزين مدرب عام تاني معاه، مدير فني موسيماني، مش عارفين مش اتقال الكلام، اتقال قبل كده. لكن سامي قمصان مدرب واعد، لكن الان لا، لسه في شويه صقل بالنسبه له. لكن هو عمل ماتش كويس جدا مع ايسترن، عمل ماتش كويس مع الزمالك، لكن في بعض الهفوات البسيطه طبعا، وده عادي جدا. النهارده عنده اختبار مهم جدا، عنده اختبار بيراميدز، اذا ما كانش المدير الفني جاي، لا هو مدير فني واعد وصاعد ومحتاج فتره من الوقت علشان يمسك النادي الاهلي. وخلي بالكم النادي الاهلي مش من السهل ان هو يضحي بابن من ابنائه ويغرقه في وقت صعب. اكيد وجهه نظري، يعني هو لو شايف ان سامي قمصان، هو مش معنى ذلك انه ما خلوش لاخر الموسم ان هو لا عنده مشكله فنيه او عنده ملوش علاقه فني، مدير فني راح بيجي مدير فني مكانه علاقه، ومحتاج وقت عشان خاطر يبقى ايه يمسك النادي الاهلي. واكيد اكيد مسؤولي النادي الاهلي مش عايزين يحرقوا سامي قمصان، محتاجين لما يجي الوقت المناسب ليه وادوله الفرصه. تمام. زي ما خد الفرصه مديرين فنيين كتير جدا ونجحوا فيها واصبحوا من المدربين الواعدين في الدوري المصري وليهم اسمائهم طبعا.